أمي سابت لي ورث ما هوش فلوس، لكن حاجات كتير حلوة لو ربنا اداني عمر هقدر أمشي بيها. أولها قالت لي استكفي. قلت لها يعني إيه استكفي؟ قالت لي يعني القليل أحسن من التذليل. قلت لها يعني إيه؟ قالت لي يعني لما يبقى معاكي حاجة قليلة أحسن ما تتذلي لحد. ودي حاجة حطيتها في دماغي ومشيت بيها. تاني حاجة قالت لي لما تكوني محتاجة حاجة وحاسة إن ناقصك حاجة بصي في المراية، هتلاقي حواليكي حاجات كتير وربنا مديكي حاجات كتير. أولهم لو ربنا اداكي عيال البصة فيهم تشبعك وتهنيكي. حتى اللي ربنا ما ادالوش عيال وما أردلوش إنه يكون له ذرية، ربنا عنده كتير ومديله حاجات أحسن من العيال بكتير أوي 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 في دنيته. حتى الصحة لو ربنا مديكي صحة دي برضو أحسن من كنوز الدنيا. فكنت دايما أمشي بالكلام ده وبص ما كنتش أفهمه. وبعدين في حاجة مهمة كمان خلتني أحس براحة بال، قالت لي يا بنتي أنا عندي اللفت أحسن من التفاح، لما تاكليه برايق.